منصب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بات شاغرا الآن بعد اغتيال إسرائيل إسماعيل هنية في طهران، وفي وقت تشهد حركة حماس ارتباكا تنظيميا كبيرا في صفوفها، تشير التوقعات إلى أنه سيتم اختيار شخصية من ثلاث قيادات بارزة لتشغل المنصب خلفا لهنية. المرشح الأول بحسب التوقعات فهو خالد مشعل، يشغل حاليا رئيس حركة حماس في الخارج، يعد من أبرز القيادات في حماس وهي المقربة من قطر وكذلك تركيا بالطبع. يعتبر مرشحا قويا لتولي القيادة لدوره في إدارة العلاقات الدولية للحركة. المرشح الثاني أسامة حمدان، عضو المكتب السياسي لحماس والمسؤول عن العلاقات الدولية فيها وممثلها كذلك في لبنان، محسوب على تيار إيران في الحركة. أما المرشح الثالث فهو موسى أبو مرزوق، وهو الرئيس الأول للمكتب السياسي لحماس ما بين عام 1992 و96، لكنه يعتبر أقل بروزا مقارنة بالمرشحين الآخرين وكذلك مرشحين آخرين بحسب المراقبين. بالنسبة للترجيحات تميل لتولي خالد مشعل رئاسة حماس في ظل خبرته السياسية السابقة وكذلك علاقته الواسعة بالدول العربية.